أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار you
ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Hadirin para pecinta Al-Quran yang berbahagia.